أن تشكل ظاهرة تعاطي المخدرات هاجسًا كبيرًا وخطرًا محدقًا بالشباب وتعتبر الفتاة تسلم التي راحت ضحية الإدمان نموذجًا مؤلمًا بعدما جر بعد جرها من قبل عصابة مخدرات إلى دخول عالم الإدمان ومن ثم الإعتداء عليها واغتصابها بحسب التصريحات التي أدلت بها والدة الفتاة لقناة الوطنية أثناء لجوئها إلى مبنى القناة من أجل ايصال رساله تظلمها الى الجهات الوصيه. التقرير التالي يجمل لنا القصه الاخباريه وملامسات الماساه. خلف الاقبيه ووراء الاسوار تختبئ عصابات الجريمه وبين جدران الحواري وشوارعها الضيقه تعيش الظاهره وتتنامى خطورتها. سموم بيضاء يتدافع الى ادمانها شباب تحركهم غريزه البحث عن السعاده دون وضع حساب للعواقب مطيتهم لذلك عصابات تهمس في اذانهم بان في كل قرص او حقنه او سيجاره من هذه المواد ما يعدل المزاج ويزيل الهموم فينغمس الشباب دون وعي منه في ملذات ظاهرها السعاده وباطنها العذاب تسلم ضحية من بين مئات الضحايا الذين غرر بهم وأقحمتهم ظروفهم القاسية على ولوج عالم المخدرات بعد أن حجبت عنها أبخرة الدخان المتعالي من أفواه المدمنين عواقب الطريق الذي تحركت فيه بحسن نية أو بسوءها يوم احتضنت عائلتها في منزلها شبابا لم تتريث في التحقق من طبيعتهم ولا من نياتهم السيئة وحجتها في ذلك إكراميات الضيافة وواجبها الذي يمليه المجتمع لكن الطريق إلى الجحيم كما يقولون محفوف بالنوايا الحسنة لتكون النهاية مأساوية على الضحية وأهلها حين رمت بها صروف النوى بين مخالب الإدمان والاغتصاب منتي دور تسمعها المرأة وتسمعها الطفل ويسمعها الراجل ويسمعها اللي بوه اللي واللي بلابو ويسمعها رئيس الجمهورية ويسمعها الوزير ووزير العدل والمدعي العام ويسمعها وكيل الجمهورية اللي جايته وكوميسة ويسمعها بيرقد ويسمعها اللي فيه نقطة من الإيمان يسمعها طالبة بحقي اليوم وطالبته الصبح من هذو الناس اللي اعتدوا على منتي والشرب دروك وأتداو على الشرف والشرف الشرف, الشرف عاد القبيلة اللي أنا منها كاملة دموع الأم التي طعنتها خناجر الغدر وعز عليها المعين كانت عنوانا حقيقيا لقصة الفتاة تسلم وحكايتها مع الشرف الذي خسرته في إغماءة سكر ولحظة غيبوبة جيت الوكيل جمهورية شرسة مع تقشر هاي طب وقال اعتدي عليه قالت خيوط الروايه وان بدت متشابكه الا ان المشترك الوحيد فيها هو ذلك البعد الانساني الذي تترجمه رفرفه اوراق تحركها يد والده مكلومه وطأطأة راس كان الى وقت قريب مرفوعا بين الاهل والخلان قبل أن ينوء بحمل فضيحة اجتماعية من العيار الثقيل مدمنه عادت راعيها راعيها بايتة تتحاك وتتواكل وتيش أنا شي ما نعرفه من مد صندري ومولا حمار ومولا خباز الطين وبوزاوي وجنك وعصابة تتكلف من الشي من الناس ما فيها اللي قد ينحكم شكايه الضحيه واحتماء الاسره بالمصادر القانونيه لم تطفئ نيران الحرقه التي اكتوى بها قلب الام ولم تخمد جذوه البحث عن الانصاف لينتهي بها المطاف تحت اضواء الصحافه وفي شرفات الاستقبال بقناه الوطنيه على رسالتها تصل الى مجتمع تعتبر صمته مشاركه في الجريمه ولسان حالها يقول لا تنزعج يا أيها المجتمع من شعوري لا تنزعج إذا كسرت القمقم المسدود من عصوري إذا نزعت خاتم الرصاص عن ضميري إذا تمردت على موتي على قبري على جذوري لقناة الوطنية لحسن محمد لمين